مساء السعادة، مساء نور. أعزائي المشاهدين، أنا مبسوطة جدا 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 إني معاكم النهاردة، وحابة طبعا أشكركم على تعليقاتكم على الحلقة اللي فاتت. يعني لكن في كده حاجة غريبة حصلت، سيل من الاتهامات بتقول إني متحاملة على المرأة جدا. يعني أنا ضحكت بصراحة، أكيد مش سخرية طبعا، لا لا لا، يعني معاذ الله. لكن برضو اتفاجئت ان في صديقة عزيزة برضو بتقول لي انت عدو المرأة الجديدة. لا والله ابدا، انا ولا عدو المرأة الجديدة ولا اي حاجة اطلاقا، بالعكس هما لو فكروا كويس هيلاقوني ان انا بدافع عن المرأة، مش بعديها الحقيقة. يعني ممكن اكون كنت عنيفة شوية معاها، بس ده لمصلحتك اكيد، يعني لان اسهل حاجة ان احنا نهدم مش نبني. وسهل جدا على فكرة ان احنا برضو زي ما قلتلك ان احنا نبتدي نشد الراجل لينا. عايز اقولك برضو على حاجة، قوليلي كده، هو الراجل بيروح لمين؟ مش لست يعني زيك، ولا بيروح لحاجة تانية؟ هو برضو بيروح لست زيك. هي بقى لقت مفتاح الراجل وانت مش لاقياه مثلا بتدوري عليه، يعني المفتاح ده ولا ايه؟ ايه الفرق اللي بين حضرتك وبين الست التانية دي؟ هي عرفت مفتاح الشخصية وانتي ما عرفتهوش، ولا انتي مكسله، ولا انتي ايه موضوعك بالظبط؟ تاني حابه اقول لكم، انا مع الست جدا مش ضدها. اسهل حاجه اقولها لك، سيبي، اتطلقي، خربي بيتك. في برامج كتيره قوي كده ماشيه على الاسلوب ده. طب احنا هنا بقى عملنا ايه؟ يعني دورنا هنا كاعلام ايه؟ عموما انا مش حابه ان اطول في الموضوع ده، تمام، لكن المره الجايه هتكلم عنه باستفاضه شويه، وعن حكايه عدوة المراه الجديده. انا مش عارفه يعني اللقب ده جه ازاي، لكن المره الجايه ان شاء الله هتكلم فيكم، يعني معاكم قصدي، بالموضوع ده كويس قوي وباستفاضه شويه، وعن دور الاعلام ان ازاي احنا نحترم بيوتنا شويه، وما نحاولش ان احنا الموضوع كده كل حاجه سيبي سيبي واخربي بيتك. وزي ما قلت لكم سهل قوي نهدم، لكن الصعب ان احنا نبني البيت. تعالوا ندخل بقى في حكايتنا كده شوية، وعايزة أقول لكم إن حكاية النهاردة فيها أكشن، فيها خيال، وأنا محتاجاكم كده من دلوقتي تسرحوا معايا وتعيشوا الخيال ده شوية، تمام؟ يعني أنا برضو هتحرك كده معاكم في الاستوديو عشان أحاول أعيشكم زي في القصة شوية. قصة زي ما قلت لكم فيها خيال، وهي بعنوان النهاردة الباب السحري. أنا يمكن بختار عناوين غريبة، أو بحاول إن أنا ما أقولش قوي المسمى اللي المجتمع كله متعارف عليه، تمام؟ زي مثلا الحلقة اللي فاتت قلنا جواز الصالونات، جواز الصالونات أنا قلت مش عايزة جواز الصالونات، أنا هسميها جواز تسهيلات. النهاردة الباب السحري، تمام؟ هعرفكم ليه بقى أنا اخترت اسم الباب السحري لحكايتنا النهاردة. حكايتنا النهاردة يلا نبتديها عشان ما اطولش عليكم، وزي ما قلت لكم كده سيبوا لفئتكم خالص وانتبهوا لي في البيت، ويلا ركزوا معايا في حكاية النهاردة الخيالية. حكايتنا طبعا هنغير فيها، مش هقول طبعا اسماء خالص، تمام، لكن هنغير في الوظائف. حكايتنا بتبتدي ان في بنوتة جميلة حلوة ومثقفة في اخر سنة في كلية الطب. هي كانت مطمع للجميع بشكل بقى جمالها وثقافتها وعيلتها والكلام الجميل ده كله. المهم في بقى واحد كده رايح يجيب اخته بقى من الجامعه. الشخصيه دي شخصيه بقى اللي هي الرومانسيه الحالمه الخيالي، الراجل اللي هو ده ماشي يعني بيدلدق كده رومانسيه زي ما بيقولوا. يعني شاف البنوته دي برده اعجب بيها جدا زيه زي غيره، فقال لاخته بقول لك ايه بقى، انت صاحبتها والانتيم بتاعها، ها ظبطيني، انا عايز اتعرف عليها لاني انا حابب ان انا اتقدم لها. يعني هو برضو الراجل هنا ماشي بشكل محترم وبشكل رسمي وحاجه مظبوطه خالص. اخته قالت له لا 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 لا، ده انا بقى هقول عنك شعر، بس هتدفع كام؟ اللي هي الحاجات اللي هي بتبقى بين الاخوات، هظبطك ومش قادره اقول لك بقى، يعني هعمل لك جو ما حصلش خالص. جريت البنوته بقى على صاحبتها اللي هي في اخر سنه كليه الطب، وقالت لها بصي بقى اخويا مش قادره اقول لك بقى حد، يعني ما حصلش، مثقف وذكي بقى، وزي ما قلنا الحلقه اللي فاتت نازل بقى من السما، وهي كانت اسره ميسوره الحال برضو جدا، وهو حابب يتعرف عليكي وحابب برضو ان الشكل يبقى بشكل رسمي ومش عارفه ايه. البنوته طبعا وافقت انها تتعرف على الشاب الرومانسي الخيالي الجميل ده. قالت لها مفيش مشكله انا هتعرف عليه، لكن جوه الجامعه مش بره الجامعه.
طبعا انا برضو بحييها من هنا ان هي حبت تبقى العلاقه بشكل محترم بقى، مش هروح اقابل بره والكلام اللي بيحصل ده. تمام. المهم قابلها فعلا في الجامعه واتعرف عليها، وبدات العلاقه تبقى قويه بينهم، وبدا الحب يدخل بينهم هما الاثنين. خلصت الجامعه بتاعتها خلاص الحمد لله ونجحت طبعا. هو بقى طلب منها انا عايز بقى اروح بيت بابا، يلا بقى تعالي بقى خلي الموضوع بشكل رسمي. وهو فعلا راجل محترم جدا ومش داخل يلعب ومش داخل يعمل اي حاجه خالص، هو داخل بشكل رسمي وبشكل محترم بقى، مش القصص اللي بتحصل دي. راح البيت قابل باباها ومامتها والموضوع تم، وتمت الخطوبه والجواز. عشان بس ما اطولش واقعد اقول بقى التفاصيل وجابوا النيش وجابوا زي الحركات بتاعت المره اللي فاتت دي مش هعملها يعني. واتجوزوا وعاشوا حياه سعيده هاديه جميله، وهو كان بيحبها جدا جدا جدا. نوصل اللي بعده بقى. الزوج هنا كانت شخصيته مسالمه قوي، وحد كده حابب يعني انه يعيش في هدوء، حتى لو كان في خلافات كان بيدوبها بسرعه. يعني انا مش عايز مشاكل، انا مش عايز كذا، انا هعمل كذا، انا انا انا، بمعنى اصح عايز اقول ان الراجل ده كان بيترفع عن الخلافات، مش عايز مشاكل، هو حد مسالم، هو حد خيالي يعني ملوش في الكلام ده خالص. دكتورتنا بقى الغالية ظهرت شخصيتها الحقيقية. عملت ايه بقى؟ تعالي بقى ده انا هجيلك. الحقيقة هي كانت عندها حب البرستيج وحب الشكل الاجتماعي، هو ده طبعا مش عيب. لكن لما اتقلب لحالة بقى مرضية، تمام، وهقول لكم يعني ايه الحالة المرضية دي، ده هو ده العيب رسمي يعني، مش هقول لكم اكتر طبعا من كده، ده انت وصلتي لدرجه المرض. الاستاذه بقى كانت بتطلب من جوزها، او معالي الدكتوره بتطلب من جوزها ان انت قدام الناس قولي معالي الدكتوره، او قولي يا دكتور، انا ما ينفعش تندهلي كده، ما ينفعش تقولي اسمي كده قدام الناس، انت هتخليهم ياخدوا عليا ولا ايه؟ لا لا، قولي يا دكتور. فطبعا هو عشان بيرضيها ومش عايز برضو يعمل مشاكل ومش عايز، حاضر يا دكتور يا دكتور، وبدا عمال يعني يغذي الشخصيه قوي عندها، يغذيها قوي يعني. تمام. هي الحقيقه فهمت ده غلط، ما فهمتيش ان هو هنا كان بيحبك، لا هو هنا كان بيعشقك، لان هنا اداكي وضعك قوي، وانت فهمتي ده غلط، انت فهمتي ان ده ضعف منه وقله حيله. طب هو معنى ان الراجل يحترمنا ويحبنا ويقدرنا كده ويعمل اللي احنا عايزينه يبقى هنا هو ضعيف الشخصيه؟ لا، بس انت فهمتي الموضوع غلط. الحقيقه كمان حضرتك يا صاحب الشخصيه الرومانسيه، انت كمان ساعدت في ده من البدايه. حابه اقول لك ان انت كنت عارف ان هي البنوته الوحيده الدلوعه، تمام، الدلوعه قوي اللي باباها مدلعها قوي قوي، لدرجة إن البنوتة الجميلة ديت كانت بتمشي كلامها على باباها، وباباها بقى لأنها كانت الوحيدة يعني حبيبة قلبي حاضر أنا هعمل لك اللي أنت عايزاه، مفيش أي مشكلة، ده سهل، ده مش عارفة إيه، تمام؟ أنت كمان ساعدت في ده، خلي بالك. أه والله العظيم أنت كمان ساعدت في ده، عمقت الشخصية قوي وضخمتها قوي، إن أنت الدكتورة، وإن ما أنا ما عنديش مشكلة على فكرة إن أنت دكتورة خالص، مفيش أي مشكلة، كل السيدات متعلمات وكل الستات حلوين ومفيش اي مشكله زي ما قلت لك، بس انت وصلتي لحاله مرضيه وانت ساعدتها على ده، انت ما قدرتيش بس تفصلي يعني، بس الاخطاء دي هقولها لك بعدين. المهم مع الوقت ابتدى رصيد الدكتوره يقل، بمعنى ايه؟ ابتدى حبه ليها، لا عشقه ليها يقل، خلاص بقت طاقته صفر. ابتدى يعمل ايه بقى هنا الزوج؟ اسيب لكم بقى الورق والقلم. ابتدى يعمل بقى هنا ايه الزوج؟ خلاص انا مش لاقي حاجه، يعني انا ولا عارف اخد حق ولا باطل ولا ولا، وانا شخصيه مسالمه وشخصيه هاديه وي وي وي. ابتدى ان هو المكتب بتاعه يقفل بابه عليه بحجه بقى انه بيشتغل وبيكتب. ماشي، اشتغل واكتب، ويقعد بقى بالثلاث اربع ساعات مع نفسه. بس عمل حاجة تانية كمان، هو اخترع شخصية خيالية في خياله، شخصية الست بقى اللي هو كان بيتمناها، الست اللي تسعده، الست اللي تاخد وتدي معاه، الست
اللي تحافظ على كرامته وما تفهمش حبه ليها ضعف وقلة حيلة. وابتدى يقفل على نفسه زي ما قلت لكم، واخترع الشخصية ديت وعاش معاها كأنها زوجته، كأنها حبيبته، رسمها لنفسه عشان يقدر يكمل الحياة معاها، وبقى بيقفل على نفسه. يعني بمعنى أصح بقى في حاجة اسمها طلاق صامت. هقول لكم برضو يعني إيه الطلاق الصامت ده وليه أنا أطلقت كلمة الطلاق الصامت. وبقى بيقفل على نفسه خلاص بتلات أربع ساعات بقى، وهي بصراحة مكبرة دماغها، يعني ما تقفل بقى على نفسك تلات أربع ساعات ولا يعني خلاص، كل واحد بقى في شغله وكل واحد. المهم حابة أقول لكم إن هما كانوا منعزلين عن الجيران، يعني هو شغله وهي شغلها، فبالتالي ما فيش الاختلاط ده، وده برضو ما فيش مشكلة فيه عندي يعني. لكن وهو قاعد بقى في مكتبه سمع صريخ جامد جدا. الصريخ دوت كان تقريبا بره باب الشقه، يعني الصوت واضح جدا. فخرج بقى، لازم طبعا يبص لان فعلا في صريخ قوي يعني. خرج لقى بقى الجيران قدام الباب عنده باب الشقه ومش عارفه ايه، وجارته اللي جنبه حريقه، بس حريقه بسيطه يعني في المطبخ. دخل طبعا ساعد مع الناس ومفيش اي مشكله، والست شكرته وشكرت الناس، لكن حصلت حاجه غريبه قوي. تخيلوا ان الشخصيه اللي كان بيحلم بيها او اخترعها في خياله لقاها قدامه. عارفين كده زي الحلم، انت كنت بتحلم بحد، جربتوه قبل كده الاحساس ده؟ جربتوه انك تكون بتحلم بحد ومره واحده تلاقيه قدامك، فحصل له صدمه كده، يعني ايه ده هي دي اللي انا كنت بشوفها، ده هي دي اللي انا كنت بحلم بيها وانا قاعد في مكتبي وقافل على نفسي ومحدش جريان بيا، اللي انا في عزلتي. خلاص هي شكرته وخلاص ومفيش مشكله، ودخل الشقه بتاعته، والموضوع ابتدى يفكر فيه يعني. يعني يومين ثلاثه كده وهو طالع بيته قابل الشخصيه دي قدامه اللي هي جارته اللي جنبه، طبعا هي ارمله. شكرته تاني وقالت له على فكره انا يعني من اشد المعجبين جدا بقراءات بالحاجات اللي انت بتكتبها، وبقرا لك قوي وقصصك جميله والكلام اللي هو الطيب ده. لكن هنا بدات العلاقه تبقى يعني توصل لاكتر من كده. بدا يبقى في بينهم كلام، حكي، حوار اللي هو اساسا يا عيني مفتقده، اللي هو مش لاقيه في بيته عشان ما نرجعش بعد كده نشتكي. اللي احنا سايبينه الثلاث اربع ساعات ده رامينه جوه، سوري يعني، في التربه، احنا دلقنا الراجل ده كده في اوضه ورامينه وخلصت، انا بشوف شغل، انا مش فايقه لك من الاخر يعني. فبدات انها تبين اعجابها بقى بالشخصيه وبرواياته وي وي وي، وزي ما قلت لكم بس عشان ما ادخلش في تفاصيل كتيره، اكيد انتوا دلوقتي حاليا بتتخيلوا ايه اللي حصل بين الزوج الرومانسي الجميل ده وبين جارته الجميله والارمله. العلاقه بينهم بقت كبيره جدا، حكي بقى وحوارات بقى، وياخد يعني رايها، وانتوا عارفين بقى القصص دي. حابه اقول لكم كمان ان جارته الارمله دي ما كانتش اقل من مراته في شيء، بالعكس هي كانت جميلة ومثقفة ومرحة، حد كده شخصية يعني مش عايز أقول متكاملة، يعني مفيش حد كامل، لكن شخصية جميلة جدا ومرحة ومتعلمة وي وي، يعني مش أقل منها يعني. هو برضو ما راحش مثلا شاف حد أقل منها عشان يقول عنده عقدة نقص، لا 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 خالص. المهم بقى حصلت المفاجأة الكبيرة إن هو اعترف لها إنه بيحبها. بس حصل من جارته إن هي ما اعترفتش إنها بتحبه، اعترفت انها بتعشقه يعني اكتر منه بكتير جدا، وده اللي هو افتقده من الاول، ده اللي هو كان عامله مع زوجته الدكتوره معالي الدكتوره، وهي ما اهتمتش بده، ما اهتمتش بعشقه، بس هو لقى اللي تعشقه واللي تحطه جوه عينيها زي ما بيقولوا. المهم اتفقوا على الجواز، فقالت له سؤال، هو انت هتعرف مراتك؟ طبعا انتوا دلوقتي بينكم وبين نفسكم كده وانتوا قاعدين يعني بتشربوا نسكافيه بتاعكم، قلتوا يعني هي بقى غلاويه شويه من جوه وعايزاه بقى ها يعني يعرف مراته والكلام ده كله. احب اقول لكم ان هي هو قال لها انا هعرف مراتي واكون جريء، وهي قالت له لا. قال لها طب هي قالت له لا ليه؟ اقول لكم ليه، عشان هي عشقته، عشان هي مش حابه انها تعمل له مشاكل في حياته، هي مش داخله حياه الشخص ده عشان تعمل له مشاكل خالص، هي داخله بحب معاه، داخله تعيش حياه سعيده معاه، اللي هو ما لقاهاش على فكره. المهم
اتجوزوا في السر، وطبعا نادرا لما بنلاقي ست بتوافق انها تبقى في السر يعني، لكن هي هنا فعلا اختارت الشخص ده، ده خلاه يتمسك بيها اكتر. شوف الذكاء، خلاه يتمسك بيها اكتر، ان دي مش عايزاه تعمل لي مشاكل، دي مش عايزه تسبب لي اي ازمه مع اولادي ولا مع مراتي. المهم قضوا سنتين مع بعض من السعاده، من الهدوء النفسي، من الخيال. تقريبا كانت اسعد فتره في حياته السنتين دول. السنتين دولت زي ما قلت لكم سعاده وعشق. خدوا بقى اللي جاي. اللي جاي بقى ان الزوجه هنا حامل. الف 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 مبروك يا فندم، حامل. فراحت قالت له، قالت له انا حامل. برضو انتوا يا عيني خيالكم برضو هيروح لبعيد شويه، ما اصل القصه خياليه شويه ولسه برضو في خيال جاي تاني، وهتقولوا ان هو رفض بقى وقال لها نزلي البيبي والكلام ده كله. طب احب اقول لكم انها للمره الثانيه طلعت ذكيه وقالت له انا اللي هنزل البيبي، انا مش عايزه اعمل لك مشاكل في بيتك خالص، انا لازم اكون مصدر السعاده ليك يا حبيبي. لكن هو المره دي خد موقف وقال لها لا، المره دي بقى ده ابني اللي انا متمسك بيه منك، وانا هروح اقول لزوجتي معالي الدكتور. دكتوره زي ما بيقولوا يعني. لاول مره الشخصيه الخياليه الحالمه دي قرر انه يواجه الدكتوره، وفعلا نده لها كده، تعالي بقى تعالي بقى، ده احنا اول مره نتحاور يا ستي، تعالي تعالي يمكن نختلف المره دي، ما اصل احنا حتى الخلافات افتقدناها بين ازواجنا، تعالي بقى ما اختلف معاكي ويبقى في خلاف بيننا واقول لك ان انا متجوز واني اساسا كمان مراتي حامل. يلا يلا عشان تقولي الف مبروك ونبقى فرحانين قوي ان بيوتنا كده بتتخرب وسايبين جوازنا كده والدنيا بايظه يعني. اكيد رد الفعل المتوقع برضو واللي برضو انتوا برضو اكيد تخيلتوه، ان الزوجه هنا هتعمل ثوره، هتعمل ثوره. تمام، بس تعالوا قبل ما نعمل ده نقول حاجه تانية كده سايبها لكم للاخر، اللي انا قلت لكم عليها الباب السحري. هما صحيح كانوا بيتقابلوا ازاي الزوج والزوجه دول؟ كانوا بيتقابلوا ازاي رغم ان الباب جنب الباب، الباب جنب الباب خلي بالكم، بس هيتقابلوا ازاي؟ نسيت اقول لكم صحيح، فاكرين المكتب اللي قلت لكم عليه اللي هو الزوج كان بيدخل يقفل على نفسه بالثلاث اربع ساعات؟ الحقيقه ده ابن لذينه، مش رومانسي وبس، ابن لذينه. عمل ايه بقى ابن اللذينه ده؟ قال انا عندي كده مكتبه كبيره تمام فيها كتب، ازقها شويه وافتح فتحه كده يا دوب ادخل منها، ادخل منها. مش هفتح باب زويله يعني، فتحه صغيره كده ادخل منها. وده اللي حصل. في واحده هترد برده وهي بتشرب النسكافيه يعني، هتقول لي برده ايه؟ ايوه يعني ده حصل امتى يعني؟ يعني هد امتى وبنى امتى وحصل امتى؟ احب اقول لك ان الاستاذه او الدكتوره معالي الدكتوره كانت بتسافر مؤتمرات يا فندم عشان تشوف شغلها، وده مش عيب، بس يعني الاحتواء كان قليل شويه، فالدكتوره كانت بتسافر، فهو استغل بقى حته السفر ديت ان هي مسافره اسبوع وفتح فتحه، وزي ما قلت لكم الموضوع بسيط خالص خالص، هو مش هيفتح باب زويله والله، ده ان شاء الله بسكينه هيعرف يفتح فتحه صغيره خالص ويدخل منها يعدي جسمه بس يعني، هو ذكي جدا. وزي ما قلت لكم هي كانت فكره جهنميه، قعد السنتين ما حدش عارف عنها حاجه، سنتين سنتين ما حدش عارف عنه حاجه، عشان بس احنا سمحنا له انه يقفل الباب ويعني مع نفسك عيش حياتك مع نفسك. نرجع تاني لما هو بقى صرحها وقال لها القصه ان انا اتجوزت وان المدام كمان حامل، الف مبروك الف الف مليون مبروك يا حبيبه قلبي. سكتت يعني، عايزه اقول لكم سكوت تام، ما نطقتش، ما كانش رد فعلها بركان زي ما انتوا تخيلتوا. خلي بالكم يعني ممكن اي واحده بركان بقى وتقلب الدنيا وي 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 زي القصه اللي فاتت اللي احنا حكيناها او حكايتنا اللي فاتت كانت في الحلقه اللي فاتت، لكن هي الحقيقه سكتت خالص، ما كانش ليها اي رد فعل نهائي غير انها انسحبت ودخلت اوضتها وقفلت على نفسها. بعد بقى تسالني انا اعمل ايه؟ يعني هي الحكايه خلصت. تعالوا اقول لكم او نتكلم مع بعض ونشوف ايه ممكن الاخطاء
معالي الدكتوره اللي اهتمت بالبرستيج واهتمت بالشكل الاجتماعي قوي ونسيت حاجات كتيره. تعال اقول لكم هتعمل ايه. اول حاجه طبعا كان لازم تستوعبي وتلاحظي ان جوزك اختار العزله. اول ما جوزك يقول لك انا هبتدي اقفل على نفسي بثلاث اربع ساعات، اعرفي ان انت هي دورك انتهى، انت يا حبيبه قلبي دورك انتهى، انت فين؟ ما بتخبطيش عليه ليه وتدخلي وتجيبي له بقى مج لذيذ كده زي ده بس مش عليه الصحه والجمال يعني ها؟ تمام؟ احنا في الشتاء كوبايه سحلب وادخلي له، انت سايباه بثلاث اربع ساعات بيعمل ايه؟ انت فعلا دفنتيه؟ قفلتي عليه؟ يعني انت دخلتيه المقبره بتاعته وقفلتي عليه؟ اول ما كان اختاري العزله كده اعرفي ان في حاجه بدات تحصل، ركزي شويه اشتغلي. تمام، هو ده صح ما لفتش انتباهك؟ يعني انا القصه دي يعني فيها استفزاز ليا جامد قوي، انت ازاي فعلا ما لفتش انتباهك ده؟ انا مش عارفه. تاني حاجه، جوزك يا استاذه لما او يا دكتور عشان ما تزعليش لما اختار العزله يا فندم ده معناه ان طاقته بقت صفر منك، بمعنى هو ولا زعلان ولا فرحان ولا نكدي ولا 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 ولا، لا هو قفل على نفسه وخلاص على كده، اختار العزله بديل لحضرتك، يعني طاقته بقت صفر. البرستيج يا هانم، البرستيج عندك كان فوق يعني اي حاجه في الحياه، وزي ما قلت لك ده مش عيب ان احنا نحافظ فعلا على برستيجنا وشكلنا، لكن مش قدام جوزي. انا قدام جوزي دي قصه ثانيه. يعني انت نجحتي الحقيقه انك تحطي حاجز رهيب جدا 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 بينك وبين جوزك. على فكره حابه اقول لك برده حاجه، على فكره ده مش زميلك في الشغل عشان يقول لك يا دكتور، ده جوزك يا حبيبه قلبي، لكن انت فعلا نجحتي انك تحطي حاجز بينك وبينه وتقفليه. رابع حاجه، تقدري تقولي لي كان فين الحوار اللي بينك وبينه اساسا؟ فين؟ راح فين الحوار ده؟ انت كنت موفراه لشغلك وبس. احب اقول لك ان الشخصيه الخياليه اللي هو خلقها ما كانش فيها ميزه زياده عنك، بالعكس هي بس ميزتها الوحيده انها عرفت مفتاحه زي ما قلت لك. بس كده. انا بصراحه الحكايه بتاعت النهارده تعبني نفسيا جدا لاني انا صعبان عليا اللي حصل. عايزه اقول بقى الزوج كده سؤالين كده صغيرين يعني قبل ما نطلع فاصل. انت ليه ما حاولتش انك تخلق حوار بينك وبينها؟ يعني ليه ما جبتهاش بالعافيه وتعالي اقعدي هنا جنبي انا عايزه اتكلم معاكي في كذا وعايز وعايز وعايز، انت ليه سبتها؟ هو في ايه بالظبط؟ احنا ليه بقى نسيب الناس كده؟ ليه انا بقيت اسيب جوزي وليه جوزي بقى يسيبني؟ ليه ما بنخلقش حوار بينا وبين بعض؟ ليه بقينا بنستسهل؟ ليه بقت اسهل حاجه عندنا ان انا نازل رايح الجيم، انا نازل انا قاعد لوحدي ما حدش يدخل عليا، انا انت فين؟ انت فين من ده؟ احب اقول لك كمان ان انت كنت اكتر من ابوها في الدلع. اه والله العظيم، اه والله انت كنت اكتر من ابوها. انت كنت قادر تغير في شخصيتها كتير. لكن انت فعلا فعلا غلطت في ده. يعني مش عارفه اقول ايه، لكن كل هقدر اقوله نستقبل ضيفنا احسن ونجيب الكلام كله مع بعضه وفاصل ونرجع تاني.